رياضة متكاملة بدنيا وعقليا، وتعتمد على استخدام النشاط الحركي والبدني للوصول إلى نقاط محددة مسبقا على خريطة لحدود الأرض التي يتم التنافس فوقها، وبمساعدة البوصلة لتحديد الاتجاهات الصحيحة. الملاحة الرياضية رياضة عرفها العالم لأول مرة عام 1886 عندما مارسها أفراد الجيش النرويجي، وتم تنظيم أول بطولة شارك بها المدنيين عام 1919 في السويد. ومن هنا كانت البداية الحقيقية للعبة، ففي عام 1932 انطلقت أول بطولة دولية في الملاحة الرياضية، شارك بها عدد كبير من دول القارة الأوروبية، ونالت إعجاب معظم دول العالم، حتى أعلن الاتحاد الدولي لتنظيم أول بطولة عالم عام 1966، أي بعد مرور 5 سنوات فقط على تاريخ تأسيسه. وفي عام 1998 انضمت الملاحة الرياضية لأول مرة للبرنامج الأولمبي، وذلك من خلال الدورة الشتوية التي استضافتها اليابان في ذلك العام، وأصبحت لعبة تقام بطولاتها تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية. ومحليا تأسس الاتحاد المصري للعبة عام 2015، ويضم حاليا في عضويته 12 هيئة تتنافس على حصد البطولات والألقاب في البطولات المختلفة. بطولة الجمهورية وبطولة كأس مصر وبطولة الجامعات والمعاهد المصرية، كل هذه بطولات ينظمها الاتحاد المصري للعبة، وتشهد مشاركة نحو 1200 لاعب ولاعبة في مختلف المراحل العمرية، بالإضافة إلى 6 بطولات للتصنيف و12 مهرجانا ترويجيا. يترأس الاتحاد الدكتور مؤنس أبو عوف، وساهم بشكل كبير في نشر اللعبة وتطويرها، ويحسب لمجلسه العديد من النجاحات، لعل أبرزها الحصول على جائزة التميز لعام 2020، والتي يمنحها الاتحاد الدولي للاتحادات الناجحة. فعن كل هذا وأكثر يدور حوارنا الليلة مع الدكتور مؤنس أبو عوف، رئيس الاتحاد المصري للملاحة البحرية.